أهلا بكم. رؤية القلم في المنام، تعرف أن القلم في المنام بيدل على التجارة وبيدل على العلم النافع، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بيه فتنتفع منه، وبيدل أيضا على أن ربنا سبحانه وتعالى بينبهك أنك أنت ما تخشش في تجارة معينة، وأحيانا دل على قرب الأجل فلازم أنك أنت تخرج صدقة عشان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك أي سوء، وأحيانا بيدل على الذرية الصالحة. قبل ما نبدأ ونعرف مع بعض إيه معنى القلم في المنام، عايزك أنك أنت تدوس لايك، ولو أول مرة بتسمعني يا أخي الكريم اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس وخلونا مع بعض نبدأ. عايزك تعرف ان القلم في المنام ليه معاني غريبة قوي. من ضمن الرؤى اللي ممكن تشوف عن القلم انك تشوف نفسك في المنام ماسك قلم وبتكتب في ورقة، تمام؟ فتصحى من النوم مستغرب، تقول مثلا هل الرؤية دي بتدل على ان انا كنت في اختبار، فتدور على معنى الامتحان في المنام ايه، فتطلع عن المعنى المنوط بالقلم. فلو شفت انك انت ماسك قلم وبتكتب بيه في ورقة فتعرف ان الرؤية دي على وجهين، ان ربنا سبحانه وتعالى في الوجه الاول هيكرمك بذرية صالحة لو كنت انت انسان متزوج، اما اذا كنت اعذب فتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بزوجة صالحة. ولو كنت انت انسان بتسعى في موضوع تجارة او انك انت داخل في مشروع تجاري، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك تربح في مشروع التجارة اللي انت داخل فيه ده. لو شفت بقى انك انت ماسك قلم والقلم ده اتكسر منك، هنا بقى يكون الحذر يا اخي الكريم. فلو داخل في تجارة او داخل مثلا في مشروع خطوبة او داخل مثلا في اي عمل ايا كان نوع العمل ده، حاول انك انت تتوقف عنه، وتعرف انك انت ايضا ربما تكون مقصر في الطاعات، والرؤية دي رؤية مش كويسة، ربما انك انت ايضا تحيد عن الطريق الصحيح، او انك انت تكون بتدرس في سنة معينة وبتكون مقصر جدا في يعني المذاكرة بتاعتك وفي الاطلاع، وبتكون مقصر جدا في حضورك. المهم ان الرؤية دي بتدل على ان في حاجة مش مكتملة في حياتك، او حاجة انت منتكس عنها، او حاجة انت مقصر فيها. فلو شفت الرؤية دي تحاول انك انت تحسن من الامور اللي فيها تقصير في حياتك عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في حياتك وما تتعرضش لاي مكروه. لو شفت انك انت بتخير بين مجموعة من الاقلام، فتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى في الحقيقة او في الواقع هيكرمك بعلم، او ربما انك انت ايضا تخش في تجارة، او ربما مثلا انك انت تكون بتخير بين امرين في الحياة الواقعية، وسبحان الله الامرين دولت بيكونوا حاضرين امامك، زي واحد مثلا هيشتري حاجة معينة وقصاد منه حاجة تانية، فهو مخير ان هو يشتري ديت او ديت، فتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك انك انت هتكون انسان مخير بين امرين، او انك انت هيتم لك امرين في حياتك الواقعية هتنال منهم خير، والله أعلم. النقطة الثانية اللي عايزك تركز معايا فيها ان سبحان الله ربما انك انت تشوف نفسك ماسك قلم وبتكتب في ورقة اختبار وتكون متضايق جدا، وتصحى من النوم وتظن ان الحلم اللي انت شفته بيدل على اختبار او بيدل على امتحان، ويكون الشاهد من الموضوع كلته الألم اللي انت شفته ده، لان القلم في المنام بيدل على توفيقك، وبيدل ايضا على ان ربنا سبحانه وتعالى قد يرزقك بعمل صالح او علم تنتفع به. وعايزك تركز معايا في نقطه مهمه جدا يا اخي الكريم، انك تعرف ايضا ان لو في حد بيجبرك انك انت تكتب حاجه، تمام، فتعرف ان في شريك ليك في حياتك الواقعيه، الشريك ده بيتمنى زوال النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بيها، وبيتمنى ايضا انك انت تخسر في تجارتك، فحاول انك انت تنتبه وتكون على حذر وتبتعد عنه نهائيا. وربما دلت رؤيه القلم على قرب الاجل، اذا كان الانسان مثلا امي وشاف ان هو بيكتب بالقلم فده دليل على قرب اجل، وربما دلت الرؤيه على وفاء بالدين. فرؤيه القلم تدل على العلم النافع، وتدل على الصلاح، وتدل على الهموم، وتدل ايضا على الذرية الصالحة، وتدل ايضا على توفيقك في الامر، وتدل ايضا عن صرفك عن امر ما. فلو شفت انك انت ايضا بتكتب بقلم والقلم ده مش كويس، فتعرف ان في حاجة في حياتك انت مصمم عليها والحاجة دي ايضا مش كويسة. وعلى هذا المنوال قص جميع رؤيا الاقلام في المنام. لو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وانشره لاصحابك واصدقائك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. الى ان نلقاكم في لقاء اخر، دمتم في ود لكم، اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، في امان الله.